السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كتاب فقه العمران باب الحمامات: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأي فقه هتمسكه هتلاقي إن هو أول باب في كتب الفقه، لأن الصلاة لا تصح إلا به. وقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أنه يقود بمدينة بغداد بأزاء كل حمام من 5 مساجد. قال الخطيب البغدادي في تاريخه إنها بغداد 40 مدينة، وأن الحمامات بلغ عددها أيام المأمون 65,000 حمام. ذكر الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة في وصفه لبغداد: مطلية بالقار مسطحة به، فيخيل اللي رأيه أنه رخام أسود، وفي كل حمام منها خلوات كثيرة صراط، كل خلوة منها مفروشة بالقار ومطلية حتى نصف حائطها بميال الأرض. أما النصف الأعلى فهو مطلي بالجص الأبيض الناصع، فضدان بها مجتمعان متقابلان حسنهما. وفي داخل كل خلوة حوض من الرخام، فيه أنبوبان أحدهما يجري بالماء الحار والآخر بالماء البارد. وفي ذوات كل خلوة أيضا حوض آخر للاغتسال، فيه أيضا أنبوبان يجريان بالحار والبارد. حمامة متقن الصنعة، حسن البناء، كثير الأضواء، قد احتفت به الأزهار والأشجار، وأبصرت مياهه وشبابيكه وأنابيبه المتخذة، بعضها من فضة مقلية بالذهب وغير مقلية، وبعضها على هيئة طائر إذا خرج منها الماء صوت بأصوات طيبة. ومنها أحواض الرخام من بديعة الصنعة، والمياه تخرج من سائر الأنابيب إلى الأحواض، ومن الأحواض إلى بركة حسنة الإتقان، ثم منها إلى البستان. ثم أراني، أي سائس الحمام، نحو 10 خلوات، كل خلوة منها صنعتها أحسن من صنعة أختها، ثم انتهى بي إلى خلوة عليها باب حديدي يؤدي إلى دهليز طويل كله مرخم بالرخام الأبيض الساذج. وفي صدر الدهليز خلوة مربعة حيطانها الأربعة مصقولة صقالا لا فارق بينه وبين صقال المرآة، يرى الإنسان سائر بشرته في أي حائط إن شاء منها. ورأيت أرضها مصورة بفسوس حمر وصفر وخضر ومذهبة، وكلها متخذة من بلور مصبوغ بعضه أصفر وبعضه أحمر. وأما الأخضر فيقال إنه نجارة تأتي من الروم، وأما المذهب فزجاج ملبس بالذهب. والشيخ الرئيس ابن سينا يقول: خير الحمام ما قدم بناؤه واتسع فضاؤه وعذب ماؤه، وذلك لأن العذب يبرأ ويرطب أكثر بخلاف الملح، فإنه لا يخلو من أجسام تؤذي البدن الاحتفاظ بهذه الجملة كما هي، وهذا باعتبار الأصل، وبالنظر كحفظ الصحة، وقد تعرض حالات يكون فيها الملح فيها أولى، وذلك في معالجة الأمراض. وقال الدكتور زكي محمد حسن في كتابه عن علوم الإسلام: ولا ننسى في هذه المناسبة أن مصر كانت تمتاز على سائر الأقاليم الإسلامية بإبداع حماماتها، وحسبنا ما كتبه في هذا الصدد عبد اللطيف البغدادي حين زار مصر في نهاية القرن السادس الهجري. وأما حماماتهم فلم أشاهد في البلاد أتقن منها وصفة، ولا أتم حكمة، ولا أحسن منظرا ومخبرا، فإن حوضها يسع الواحد منها ما بين راويتين إلى 4 راوية، وأكثر من ذلك يصب فيه ميزابان سجاجان حرمبان، وقبل اختلاطهم فيه جرى منه إلى الحوض الكبير، وهذا الحوض نحو ربعه فوق الأرض وسائره في عمقها، ينزل إليه المستحم فيستنقع فيه. وداخل الحمام مقاصير بأبواب، وفي المسح أيضا مقاصير لأرباب التخصيص حتى لا يختلطوا بالعوام ولا يظهروا على عوراتهم، وهذا المسلخ بمقاصيره حسن القسمة مليح البنية، وفي وسطه بركة مرخمة وعليها أعمدة وقبة، وجميع ذلك مزورق السقوف مفوق الجدران مبيضها مرخم الأرض، وأصناف الرخام مجزع باختلاف ألوانه، وترخيم الداخل يكون أبدا أحسن من ترخيم الخارج، وهو مع ذلك كثير الضياء مرتفع الأزاح، جامع فيه مختلفة الألوان صافية الأصباغ، بحيث دخل الإنسان لم يؤثر الخروج منه، لأنه بالغ بعض الرؤساء أن يتخذ دار لجلوسه وتناهى في ذلك لم تكن أحسن منه. وفي موقعه حكمة عجيبة، ذلك أنه يتخذ بين النار وعليه قبة مفتوحة بحيث يصل إليها لسان النار، ويصف على أفرادها 4 قدور رصاص كقدور الحراس لكنها أكبر منها. وخصص الطبيب الضرير الشيخ داود الإنطاكي في كتابه تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب 6 صفحات، يبين فيها كيف ينبغي أن يكون الحمام من حيث الموقع وهندسة البناء، ومتى ينبغي له، معلما ذلك بملاحظات تنم عما كان له من خبرة بوسائل علاج الأجسام وإنعاش النفوس وتنشيط الحركات، وصورته أي الحمام التي ينبغي أن يكون عليها التربية لقرب هذا الشكل من الصحة. وأفضل الحمام مطلقا حمام عالي مرتفع في البناء لئلا يحصل الأفاس المختلفة في نفس الجهة وينحل البخار الصاعد.
فما تتسع مع ذلك أقوى في تفريق الهواء التلطيفة، ولا سيما إن طال عهده قدم بناؤه، لأن الجديد فاسد بقارة الأحجار والطين وعفونة ما يشرب من الماء في أجزائه، ولا يزق على حمام القدم إلا بعد 7 سنين، ده حينئذ يكون غاية، خصوصا إن عذب ماؤه ولطف هواؤه وأحكم صانعه ومزاجه. وينبغي مع ذلك أن يكون مسلخه الذي تجعل فيه الثياب لطيفة السمعة واسع الفضاء، وهو مع هذا مصور أكثره بما لطف من الصور الأليقة كالأشجار والأزهار والأشكال الدقيقة والعجائب، لأجل راحة تحصل بالنظر فيها عند الاتكاء. وقد حلل الحمام القوي أن يكون فيه ماء كثير قد نظف، فإن الحمام آخذ من القوى محلل بلا شبهة، خصوصا إذا طال المقام فيه والنظر في الأشياء المذكورة منعش القول. والحمام موضوع بأصل وضعه للتنظيف من ناحية الأوساخ والدرن والعفونات والعمل، ولدفع أمراض كثيرة كالحميات والتخم والإعياء وأنواع الهيضة والنزلات. ولما كان من العروق هو بعيد الأغوار أرق من الشعر، وكان الدواء إنما يجذب الأقرب من المعدة في الأقرب، والدهن إنما يحلل ما في الجلد خاصة، وكانت الضرورة قاضية باجتماع عفونات في أمكنة لا يبلغها الدهن ولا الدواء. وإن اجتمعنا على تطاول المدد لابد أن يحدث أمراضا ضارة، جعل الحمام للتلطيف والتحليل لكل ما استعصى، ومن تم أمر به الدواء في تنشيطه وتخفيفه، وكان البدن بعده كالذي بدأ في الأول. ولكنه من هذه المنافع غير خال عن ضرر الجاهل بالتدبير، فإن دخول الليل على الخواء، أي من أعني الجوع المفرط، سقطه بالأبخرة وهيجان الحرارة، برعش بالتحليل واليابسة الأرضية، ودخوله على الشبع أيضا مولد للرياح والسدد والتفاهم الكثير. والحمامات 3 أنواع، حمامات للراحة والتدليك بالصباح، وكان هناك تهليس حتى لا يخرج المرء مرة واحدة فيبرد ويراعى ستر العورة. حمامات عامة مثل ما يوجد في المساجد والقطارات، يفضل أن تشمل النوعين البلدي والأفرنجي، وأن يوضع علامة على الباب توضح نوع الحمام. حمامات خاصة في البيوت.